طب انا عايز اعرف من الشخصيات الغير معروفة، انت اشرت الى الاستاذ زكي سليمان كاستاذ ليك في معهد التمثيل والاساتذة الرواد في ميادينهم في المسرح. انا عايز شخص مجهول تحس انه واقف وراء عبد المنعم مدبولي. هو ما فيش شك الرجل الاول اللي خلاني يمكن تعلقت بالتمثيل قوي هما اتنين. واحد كان له فرقة متجولة اسمه الزعبلاوي، وعلى ما اعتقد سنه دلوقتي فوق 90 سنة. الراجل ده كان فنان يعني شعبي موهوب جدا، وكان بيجول في الموالد، وكان بيجينا في الحي بتاعنا في الموالد، وكان دايما يجي في كل مولد وفي الافراح، وكنت اشوف الراجل ده وكنت اقلد مسرحياته اللي بيعملها اروح اعملها في المدرسة. نفس الكلام ما كنتش اكتبه لكن كنت احفظه، فكنت اعيده على الطلبة اللي بيمثلوا معايا وكنت امثلها. الشخص الثاني هو الاستاذ الكاتب توفيق دياب. ده انا كنت شفته هو بيخطب. حقيقة لما كنت اشوف الراجل ده بيخطب كان بيخطب بطريقة تمثيلية، كان يشدني جدا، كان تروح وراه في كل الصوانات اللي فيها خطب عن المرشحين اللي كانوا برشحوا نفسهم في الوقت ده في حينا. فكنت اتفرج عليه وكنت اعجب بيه جدا، وكنت اروح برضو المدرسة القي بيوت الشعر او المحفوظات اللي احنا بنحفظها بطريقة توفيق دياب. طب مش فاكر حاجة منها من اللي كنت حافظها لتوفيق دياب كده لا لتوفيق دياب لا، لكن طبعا حافظ بيوت الشعر اللي انا كنت بقولها في الفترة ابتدائي في الوقت ده. انا عايزك تسترجع كده وتفتكر بعض ابيات شعر من اللي كنت بتحس انك بتقلد فيها توفيق دياب. هي الابيات دي افتكر للاستاذ عباس العقاد عن طفل ضرير بيقول: يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثين ولا أرى منها الأثر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أم مدي لي يديك عسى يداويني القدر.